تحت إشراف وزارة الصناعة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، انطلقت فعاليات الدورة العاشرة للمعرض الجهوي للصناعة التقليدية بمشاركة أكثر من 50 عارض وعارضة يمثلون مختلف مدن جهات الشمال، تحت شعار الصناعة التقليدية واجهة حضارية ورافعة للتنمية. فعلى المعرض الجهوي للصناعة التقليدية في حلته العاشرة بكل صراحة اللي يحتوي على 65 عارض من جميع الجهات على صعيد الوطني، والغالب ديال الصانعات والصناع التقليديين من إقليم طنجة وكذلك جهة طنجة تطوان، وعلى الخصوص مدينة وزان الشاون ثم تطوان إلى جانب المدن الأخرى من المغرب كمراكش خميسات السويرة أسفي، ثم هناك جميع الحرف. هذا العام عيطنا بعض الخياطة وشاركنا معهم واخترنا منهم ماشي بزاف. هذا العام ما شاركوش بحال العام الأول، العام الأول كانوا شاركوا الناس كثر من هذا. نقول هذا العام داو النص اللي داو العام الأول. في البداية هذا تيبين بأن من ناحية التنظيمية هي تنظيم جد ممتاز، والمنتوج اللي جبت به هو منتوج نتاع المنطقة ديالنا، هو الأحجار الرخامية، الأحجار اللي كنجيبوها من المنطقة وتنحاولوا نخدموها ونخرجوا بها مجموعة من الحوايج كما راكم تتشوفوا، بحال هذا اللافابو ولا هذا المغسيل اليد ولا تنصوبوا به بعض الأشياء أخرى كما تتشوفوا. هذه المرة الثانية اللي كنشارك في المعرض، حنايا كتقدم غير الطلبات وطبعا نتينا وزهر ديالك واش كطلع لك مره الاولى ولا لا، ولكن الحمد لله اللي المره الثانيه اللي غنبداها، وانا عاد بدات المشوار ديالي في هادشي ديال الطارز وديك الشيء. زعما نتمنوا هذا العام يكون حسن لان ليفيكتيف صغيره، يعني الناس دغيا يشوفوا ما يملوش. لا العام اللي فات كان كبير، الناس باش كيوصلون عندك كيكونوا صافي عياو مع جوج، كانوا جوج تخيم وكبارين ماشي بحال هذا العام. هذا العام بعدا ليفيكتيف شويه بعدا نشوفوا بعضنا. إلى غاية 31 من شهر ماي سيتعرف زوار المعرض على جديد إبداعات الصناع التقليديين في الخشب، السجاد والديكور المنزلي والزخارف التقليدية. هي فرصة للصناع التقليديين لتسويق منتجاتهم وتبادل التجارب لتطوير هذا القطاع.